الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأفاضل الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله رأس الأمر، وإن تقوى الله سبيل المتقين، وإن تقوى الله سيرة الصالحين، وطريقنا بإذن رب العالمين إلى جنان الخلد وملك لا يبلى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي طاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. أيها الأفاضل الكرام، هذا يوم الفرح والسرور وانشراح الصدور، هذا يوم صلة الرحم، هذا يوم العفو والغفران والصفح، هذا يوم لين الجانب بين المسلمين، هذا يوم التسامح والتعاطف والتلاطف بين المسلمين، هذا يوم الفرح والسعة في النفس وعلى الأهل وعلى الولد. هو يوم جعل يوما لأكل وشرب وفرح وسرور، لا مكان للتدابر فيه، ولا مكان للتناحر فيه، ولا مكان للأحزان فيه. إنه يوم إظهار نعمة الله علينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لشهر رمضان، ولك الحمد أن وفقتنا لصيامه، فإن العبد ربما لا يوفق إلى شهر رمضان بسبب شيء أهم به أو بسبب انقطاع أجله. وقد من الله علينا بأن أتم علينا فضله، وقد يبلغ الله عز وجل عبده شهر رمضان لكنه لا يوفق لصيامه ولا لقيامه، فيا حسرة الخاسرين فيه، ويا فوز الفائزين فيه. اللهم اجعلنا ممن دخل عليهم شهر رمضان وخرج وقد غفرت لهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن كتبتهم من عتقائك في شهرك العظيم. اللهم أدخلنا برحمتك.